تحدثنا بالحلقة السابقة، حكينا عن المغالطات المنطقية وقلنا أنه عندنا هواية مشاكل بطرق التفكير مالتنا. إحنا بعض المرات نصور أنه إحنا نفكر بشكل صحيح، وبالحقيقة الطريقة مال التفكير مالتنا ما توصلنا إلى نتائج صحيحة. ردنا نشوف أنه أسلوب التفكير الصحيح. الحلقة مال اليوم راح نتحدث بها عن كتاب مفارقة الشمبانزي اللي هي إدارة الدماغ. بهذه الحلقة راح نفهم طريقة تفكير الإنسان وآلية عمل الدماغ. إذا نتخيل دماغ الإنسان كغرفة مراقبة أو غرفة تحكم، وبهذه الغرفة أكو ثلاث شخصيات يتناوبون عليها، كل واحد يجي فترة من الوقت ويتصرف بغرفة التحكم. كل واحد عنده طريقته وأسلوبه بالتعامل مع الأشياء. الشخصية الأولى بغرفة التحكم هو الإنسان، والإنسان هذا يمثل الحالة المدنية ويعيش داخل المدينة، فالقيم مالته قيم منطقية، طريقة الأسلوب مالته منطقي عقلاني، يحاول يشوف دليل ويربط بين النتائج والأسباب. الشخصية الثانية اللي راح نشوفها عندنا اللي راح تظهر لنا بغرفة القيادة هي شخصية الشمبانزي. الشمبانزي آلة عاطفية تماما، تعيش بالغابة، الشمبانزي يعيش بالغابة، وأسلوب التفاعل مالته ويا الأشياء بطريقة 100% عاطفية، يعني يفسر كل الأحداث بشكل عاطفي ويتفاعل وياها بشكل سريع جدا. الهدف من الشمبانزي والآلية مالته هو الاستمرار وبقاء الإنسان، الحفاظ على حياة الإنسان، وجود أجيال جديدة تظهر. بينما كان الإنسان الآلية مالته أو الهدف مال وجوده أنه ينطي معنى لحياة الإنسان. الشخصية الثالثة اللي راح تظهر عندنا بغرفة القيادة هي الكمبيوتر، والكمبيوتر هو مستودع مال معلومات، يأخذ هذه المعلومات من الإنسان والشمبانزي، يخزنها عنده ويحولها إلى أشياء المفروض تكون مفيدة له، اللي هي القيادة الآلية. والقيادة الآلية هي العادات اللي نستخدمها بشكل يومي، مثلاً السياقة، إحنا من نسوق ما نفكر شلون نسوق، هذه نتيجة الكمبيوتر مالتنا، أو المشي، أو حتى الكلام. كل عادة إحنا بنيناها عبر السنين مالتنا، دماغنا بناها، استفاد من عدها وحولها إلى عادة مفيدة، هذه هي الكمبيوتر. طبعاً مع الأسف مو كل العادات اللي موجودة عند الكمبيوتر مفيدة، أكو شغلات فيروسات هماتين راح نحكي عليها بعدين، هذه الفيروسات قد تضر بالإنسان. وجود ذني الشخصيات الثلاثة بغرفة القيادة واللي هي تمثل طريقة تفكير الإنسان هي موجودة لهدف معين. كل وحدة من هاي الشخصيات بها فائدة وبها غرض محدد من وجودها، المفروض هن ما يتناقضن. لكن المشكلة تصير وين؟ المشكلة تصير من الشمبانزي يحاول ياخذ أكبر من حجمه، وراح نشرح هاي العملية بالتفصيل، فأبقوا ويانا. تشخيص هاي الفيروسات وإذا نقول بعبارة أنه نشيلها من الكمبيوتر مالتنا ممكن كل شيء يفيدنا بطريقة التفكير مالتنا. وهاي الفيروسات اعتيادياً غالباً تجي من الشمبانزي، الشمبانزي يغذيها الكمبيوتر وتدخل بشكل على شكل أنه حقائق ثابتة، وتظهر على شكل عصبية وجلد ذات بعض مرات الفيروسات، بعض مرات تردد باتخاذ القرار وفشل باتخاذ الطريقة الصحيحة بالتفكير. خلينا نأخذ بعض الأمثلة على الفيروسات. الفيروسات مشكلتها أنه تجي بطريقة خفية، مو بسهولة بعض المرات أنه نكتشفها. مثلاً أكو عامل يشتغل بمعمل، دائماً المدير مالته يصيح عليه، دائماً المدير مالته يقول له أنت شغلك مو زين، أنا ما قابل عليك، وكل ما يصيح له يسوي يا مشكلة ويسوي له عركة. فتبدل هذا المدير والعامل بعده موجود، اجى مدير جديد. المدير الجديد دز على العامل، فالعامل هنا أكو صارت عنده فكرة بدماغه، ايش قال؟ قال كل مدير لازم يسوي مشاكل ولازم يحاسب العامل، فإذا راح تصير لي مشكلة.
هذا شنو اذا اريد نحللها؟ نحللها انه الشمب مال الانسان اداه التفكير العاطفيه حول الخبره السابقه مشكلته ويا المدير السابق الى فكره اساسيه، الى حولها الى فيروس وركزها بالكمبيوتر بدات التفكير. فقبل اللي يشوف المدير الجديد اخذ من عنده موقف معادي وراسا اتحضر حتى يتعارك وياه. بينما نفس العامل كان ممكن هذه الفكره مال المدير السابق شو يقول؟ يقول المدير السابق هو كان مو زين، مو بالضروره انه المدير الجديد، خلي اشوف المدير الجديد ايش يحكي، اذا تصرفه زين وتقبلني انا همتين اكون زين وياه، خلي اسمع من عنده اول وبعدين اتصرف. كل شوي من عندنا ياخذون موقف قبل ما يسمعون. الشخص اللي ما يقدر يقول لا، شو يقولوا له؟ لازم يقبل، لازم يقول اي انا راح اسوي هذا الشيء. وهذا همتين فيروس، ليش؟ لانه هذا الفيروس شنو معناها؟ معناها انه هو يخاف يواجه الاخرين، يخاف يقول لهم انه لا انا ما اقدر اسوي هذا الشيء. انا وقتي محدود، انا قابلياتي محدوده. ها يمكن راح ياخذون نظره علي مو زينه. في الواقع احسن مما تكذب وتقول لهم انا راح اسوي هذا الشيء وما اسويه انت بعدين، افضل من البدايه انه تقول انا ما اقدر اسويه. هذا همتين من الفيروسات الشائعه اللي هو يصير عندنا. زين بس احنا خلينا نفتهم الانسان دماغه شلون يفكر؟ منو يا شخصيه من ذول اللي بغرفه القياده هو المسيطر؟ هل هو الانسان لو الشمبانزي لو الكمبيوتر؟ بالحقيقه كل وقت من يعني في من الاوقات اكو واحد من ذني الشخصيات راح يغلب. مثلا حاله الهدوء بالحاله العاديه نشوف الكمبيوتر هو اللي يقود، يعني من واحد يحكي، من واحد قاعد، من واحد يمشي. بالحالات اللي ما تحتاج تفكير، الحالات النمطية خلينا نسميها، الكمبيوتر هو اللي يقودنا. بس إذا صار في شيء جديد وهذا الشيء احتمال به خطر، راح نشوف اكو رسالة أو إنذار راح يجي للإنسان، شخصية الإنسان اللي قلنا هنا والشمبانزي، راح تقول له شلون أتصرف. إذا الإنسان كانت عنده تجربة سابقة قديمة راح يستدعيها، ياخذها من الكمبيوتر ويريد يشوف انه شلون يتعامل ويا هذا الشيء. اذا كانت خبره جديده تماما راح يقول هاي الخبره هل هي بيها خطر لو ما بيها خطر؟ اذا بيها خطر راح يدزها للشمبانزي. الشمبانزي 5 مرات اسرع الاستجابه مالته من الانسان. فلهذا اذا شيء خطر ممكن اما راح يشرد او ياخذ موقع دفاعي او يتصرف في شيء سريع حتى يحمي به نفسه. وهذا الغرض من وجود شخصية الشمبانزي، حماية النفس وحماية الإنسان. شخصيتنا العامة بالواقع هي خليط مال ذني الثلاثة، الإنسان والكمبيوتر والشمبانزي. إذا أريد نفتهم الإنسان ما يصير ننظر على واحد من ذني الشخصيات ونهمل البقية. تحدثنا سابقا عن الشخصيات اللي تظهر بغرفة القيادة، وقلنا هي الإنسان والشمبانزي والكمبيوتر، وقلنا كل واحد شلون له دور معين راح يفيدنا الفهم مالته مال الدور مالته، فهم تفكير الإنسان. زين احنا نحاول انه بالبداية انه نفهم نفسنا وبعدين نفهم الآخرين. شلون نفهم الآخرين؟ فهم الآخرين يتطلب من عندنا عدة أشياء وعدة فرضيات نحطها. من الفرضيات الخاطئة اللي الفيروس يحطها عندنا أنه نصور الناس يفكرون مثلنا. هذه واحدة من أكبر الأخطاء الشائعة بالتفكير عندنا. أولاً لازم نتذكر دائماً الناس مو مثلنا وما يفكرون مثلنا. لازم ما نحط فرضيات مسبقة أنه قبل لا نفهم الناس هم شلون دا يتصرفون وشلون دا يفكرون، لنفترض انه هم دا يفكرون بالطريقه والشكل الفلاني. الناجح من الناس اللي ينظر على او يركز على الانسان بالشخصيه المقابله، يحاول يتجنب بقدر ما يمكن انه الشمبانزي بالشخصيه المقابله. الأنجح العلاقات اللي تقوم مع الآخرين اللي هي تقوم على أساس التقبل الآخر بدل من أنه محاولة تغييره. غالباً ما محاولة التغيير تكون نتيجتها الفشل. التقبل هي شيء ناجح. طبعاً ممكن أنه يكون بالآخر سلبيات كلش كبيرة إحنا ما نتقبلها، لكن
مو بالضرورة محاولتنا لتغيير المقابل تكون ناجحة، لازم نتذكر هذا الشيء. الشيء الآخر اللي لازم نتذكره في التعامل ويا الناس أنه إحنا ما راح نقدر نرضي كل الناس، قطعاً أكو ناس راح يكونون مقابلين علينا. زين، إحنا بالبداية تكلمنا عن الإنسان وعن الشمب وشون كل واحد عنده أسلوبه أنه بالحياة. هنا نريد نقول أنه على المستوى العام يعني الإنسان شلون راح يشتغل ويا المجموعة، وإذا مجموعة كبيرة الإنسان بشكل عام يحب يعيش ضمن مجتمع ويحاول أنه يكون هو جزء من عدة ويتعامل ويا الناس بشكل مساوي، بينما الشمب يحاول أنه يبني مجاميع يعني مثل جروبات أو خلينا نقول كل يبني مجموعته الخاصة جماعته وعصابته، يحاول هو بس يدير باله أو يعني على عصابته ويحاول أنه يحصل النفع من هاي المجموعة مالته. أسلوب تعامل الإنسان ويا الشمبانزي تماماً مختلف، مو طريقة مساوية. فالأسلوب الصحيح اللي يجمع بين طريقتين بين أسلوب الشمبانزي والإنسان هو الأسلوب المختلط، أنه إحنا لازم ننفتح على كل الناس ونفهم كل بالنتيجة أنه إحنا دا نتعامل ويا ناس محددين اللي هي مجموعتنا الخاصة. أما التحزب أو بناء الجروبات والمجامع مو بالضرورة يكون مفيد، بعض مرات يكون مضر بالنسبة لنا كمجتمعات. زين، الحوار الفعال شلون أنه نتحاور بشكل جيد ويا الآخر، شلون نأثر على الآخر؟ لازم نتذكر دائما أنه نحاور مثل ما قلنا سابقا الإنسان بالمقابل، ونتجنب أنه نتحاور ويا الشمبانزي مالته ويا الانفعال مالته. ولازم دائما نتذكر أنه نحكي بالموضوع المناسب مكان المناسب والزمان المناسب مع بالطريق والطريقة المناسبة وللهدف المناسب. نحاول دائما نتذكر ذني الأشياء، لأنه إذا غفلنا عنها ممكن أنه ما نوصل بالنتيجة من نحكي ويا المقابل. خلينا نشوف بعد شلون نقدر نستفاد من صفات الإنسان وفهمنا لطريقة تفكيره. حكينا سابقا قلنا على طريقة التعامل مع الآخرين وشلون راح نستفاد من فهمنا لطريقة أداء أو عمل الدماغ، شلون راح نستفاد منها بالتعامل الآخرين. نريد نحكي على موضوع كلش مهم اللي هو مؤثرات الحوار. احنا ما راح نتحاور ويا الآخر، شنو الأشياء اللي مهمة؟ أول شيء لغة الجسم، الطريقة اللي الناس يشوفنا بيها كلش راح يتأثرون انه راح يقتنعون أو ما يقتنعون. لغة الجسم من أكبر المؤثرات. الشيء الثاني نبرة الصوت، نبرة الصوت مؤثرة جدا بالطريقة اللي الإنسان يتكلم بيها. اختيار الكلمات المناسبة له تأثير كل شيء كبير، والجو مال كلام فشي مؤثر جدا. طريقة عمل الدماغ وتفكير الإنسان، أكو شيء منبه الإنسان أو دماغ الإنسان يستخدمه مثل جرس إنذار ينذر عن الخطر اللي هو التوتر. التوتر وسيلة لاستكشاف أو التنبيه عن الأخطار اللي ممكنة. بعض مرات الإنسان تجي إشعارات أو جرس إنذار مو حقيقي، جرس إنذار خاطئ، فممكن يتوتر لسبب مو صحيح. وبعض مرات السبب صحيح، أكو سبب أنه للتوتر أو خلينا نقول جرس الإنذار يطينا يكون صحيح، لكن مع الأسف طريقة التعامل وياه ما تكون صحيحة. فلازم أنه ننتبه للتوتر اللي يصير عندنا ونعرف أنه هذا منبه على فات خطأ معين، ونعرف الطريقة اللي نتعامل به. أكو شيء جدا مهم أنه هو الشمب أو الشمبانزي اللي تكلمنا عنه، الشخصية الثانية اللي يدخل غرفة القيادة، لازم نوخره بعيد. هو هذا وظيفته أنه ينبهنا ويسوي يعطي إشارة تعطي توتر للإنسان، بس ما لازم نخليه هو يفكر وهو يتعامل هو على المشكلة. جدا مهم أنه نعزله ونسوي طريقة الهليكوبتر. والطريقة الهليكوبتر أنه الإنسان كأنما يرتفع يصعد عن المشكلة ويشوفها من فوق، يعني يعزل نفسه عن جو المشكلة حتى يعرف يتعامل وياها بطريقة عقلانية، ويخلي الكمبيوتر ويخلي الإنسان هو اللي يتعاملون مع هاي المشكلة.
طبعا التوتر من المشاكل جدا شائعة بالمجتمعات كلها مو بس عندنا، وعلامات التوتر تبين على الإنسان يصير عنده تعب، مزاجه يصير حاد وما يقدر ينجز، ما يقدر يشتغل وحتى ما يقدر يفكر بشكل صحيح. فهمنا لهذه الأشياء اللي موجودة عند طريقة تفكير الإنسان مفروض راح تساعدنا. المفروض أنه أفضل شيء أنه تساعدنا به حتى نخلينا نصير نعيش بشكل زين، نعيش سعداء زين. شلون نوصل للسعادة ضمن هاي الوصفة؟ لازم نتذكر أنه السعادة هي اختيار، أنه الإنسان هو يقرر بنفسه أنه يعيش سعيد، هي مو فد شيء خارجي يحصل عليه أو يسعى له وراح يحصله. إذا هو ما يفكر وما يقتنع وما يقرر أنه يعيش سعيد ما راح يعيش سعيد. الشيء الثاني لازم يسيطر على الشمبانزي، لازم يفهم أنه الشمبانزي اللي بداخله قد يكون من أسباب التوتر، من أسباب انعدام السعادة. سيطرتنا القوية والكاملة على الشمبانزي راح تخلينا نعيش بشكل أسعد. ولازم حتى نعيش بشكل أسعد نقوي الكمبيوتر مالتنا بشكل قوي. يعني شلون نقوي الكمبيوتر؟ قلنا اكو بي الطيران الآلي الأوتو بايلوت اللي هي العادات الزينة اللي تاخذنا وتمشينا بالحياة، هذه كل ما منزيدها راح تخلينا نتصرف بشكل أفضل وبدون ما نعاني أو بدون ما نفكر كل شو هواية. مثل ما قلنا أنه هذني عادات الكمبيوتر هي مثل السياقة مثلا، الكلام أو حتى المشي، أي عادة يعني أسويها بدون ما أبذل جهد عالي. فحتى اللي يدرس هي هذه بالحقيقة شنو؟ هذه فد ملكة هو سواها، طيران آلي أوتو بايلوت ضافة للكمبيوتر، فصير الدراسة والقراءة فشي سهل بالنسبة له. كان هذا استعراض لكتاب معضلة الشمبانزي إدارة الدماغ للكاتب ستيف بيترز. ابقوا يانا إن شاء الله في حلقة قادمة على باستعراض كتاب جديد. نستودعكم الله والسلام عليكم.